السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم معايا البنات مع فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، هذه رشيمة إن شاء الله. رشيمة صراحة زوينة، خفيفة وزوينة، والطريقة ديال الخدمة ديالها تا هي زوينة. تبعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخير كما العاده. بالنسبه لهاد الرشيمه هذه، خدمتها في جلابه، والقميص ديالها طلعت غزاله تبارك الله. خدمتها بالموف، موف بارد، صراحه طلعت زوينه. انا كنقطر دابا غير باش تبان لكم الرشيمه مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا، هاد البليصات كلهم اللي طرست بالقلم الرصاص كلهم غادي نخرج فيهم عليفات، ولكن في نفس الوقت فيهم حل سد في الراس ديالهم، يعني واحد حل سد وعليفه. حل سد من الفوق صغيره، وعليفه لاصقه مع، وحل سد لاصقه مع العليفه. كنخدمهم بالطريقه هذه، كنأطر بهم هذاك المثلث، كنقطرو كله بهذه الطريقه باش خدمت. صراحه طلع البنات زوينه، جربوها في شي شونطيون زوينه هكا دار في جليلبه. هاد القفطان هذا اللي خدامه فيه، هذا القفطان ديال الجلابه، موف بارد من الفوق، وموف مغلق ديال القميص. صراحه الله جا زوين، خدمت باللون ديال الفوقاني. صراحه جا اللون ديالها زوين، يعني متوالم معاه الديكرادي ديالو، وجات الخدمه زوينه ومتقونه. صراحه الله جات زوينه. ديروها هكا في شي قميص، ديروها في هكا السروال، رجلين ديال السروال ديروها في قويميجه، يعني عطى الله فاش غادي ديروا هاد الرشيمه هذه. يعني ما غاديش نحددوا حنايا فاش غادي نديروها. كيف ما قلت لكم، غادي نقطر كل شيء هاد المثلث بهاد العريفات وحل سد، وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نقول لكم تتيمة ان شاء الله.
بالنسبة للبنات ملي كنكملو شوفوا كيفاش طلعوا، كنجيو كنبداو من الراس يعني من الوسط ديال الزواقة. ولكن هاد العراض هذا اللي درت راه ماشي تشناف، الطريقة ديالو بحال كتلتوها البنات، راه غير ما واضحش بزاف في الصورة في الفيديو، هو بحال الا كنتلتو بحال الا كنطلعو كنخطفو يدينا شويه للفوق ونعاودو تاني نرجعو. هذيك هي الطريقه باش كنخدمهم. المهم غادي نكمل، غادي نمشي بنفس الطريقه. كيف ما كتشوفوا معايا البنات ديما كنقول لكم الا جاب الله ما صدقاتش لكم شي زواقه اشنو كديروا؟ كضربوها بالمقص، يعني ما تخليوش هذا الخدمه ديالكم يبانوا فيها الديفو، ضروري ما كنحلو ضروري يعني باش تجينا الخدمه كلها مخدومه بطريقه واحده. كيف ما كتشوفوا انا ساليت هذا العرض هذا اللي داير بحال شكل ديال التشنف. غادي نجي هذيك الحاشيه كلها غادي ندوز ليها الدقه. شفتوا البنات اعطتها منظر زوين هذه الدقه هذه. المهم غادي نكمل المثلثات كلهم بنفس الطريقه ونعاود نرجع. البنات كتحددوا الوسط ديال الزواقه كتجيو كتخدموا لتحت هو الاول، يعني كتخدموا بحال الشكل ديال الاس، عاد كتجيو كتاطروا الوسطانيه. الوسطانيه كتخدموها عليفه عريضه من الوسط ورقيقه، داك العراض اللي كنزلوا به عراض رقيق وكنخرجوا عليفات من الجناب، يعني عليفات من الوسط، وضروري كنردوا البال باش ما تجيناش عليفه راكبه على عليفه، ضروري يكون داك الخير مفيني. المهم راه كلشي واضح في الفيديو، كنمشي بنفس الطريقه حتى كنكمل البنات. وملي كنكمل كنمشي قبل ما نحل المرمه كناخذ واحد الطرف ديال الثوب ما يكونش نيلو وكنشعل المصلوح وكنصلحها من الفوق، يعني من الفوق يعني من فوق من الطرزه.
كنصلح الطرز ديالي عاد باش كنحل المرمى. ضروري يا البنات باش يجيكم الطرز ميت على بعضه وما يخليش ليكم التوب كيتكمش. صراحة كيجي مفيني وكيجي زوين. يلا نخليكم مع التتمة ديال الفيديو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها في الاخر. كيف ما كتشوفوا معايا البنات هذا هو الطرف ديال الجلابه الموف. تبارك الله طلع زوين، يعني اللون في اللون كيطلع غزال تبارك الله. خدمه خفيفه صراحه الله، خدمه خفيفه. كنتمنى يا ربي يفيدكم هذا الفيديو هذا وينال اعجابكم. وما تنسوش البنات بالنسبه للمثلث راه ساهل، المثلث غادي تراسوه بالطريقه باش بغيتو نتوما، يعني القياس اللي بغيتو نتوما، وغادي يصدق لكم وكديروا واحد حدا واحد وكتفرقوا ما بيناتهم بتشنيفة. يلا ها البنات، السلام عليكم ورحمة الله.